اوه لا 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 وات ايه ده؟ لا ايه المكان اللي تحت العقد ده؟ ازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ وحشني جدا جدا جدا. قبل ما نبدا فيديو النهارده ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. وفيديو النهارده يا ابطال المفروض ان انا جاي انا واحمد في ماب اللي هي ابطال ايبي جيمنج اكس، تمام؟ انا متحمس جدا لفيديو النهارده لان المفروض يا ابطال في هنا اماكن سريه، تمام يا ابطال؟ المفروض ناس كتير قوي بتقول لي هنا في اماكن سريه، وانا يا ابطال كنت عملت فيديو قبل كده عن الموضوع ده. يعني مثلا هنا يا ابطال في هنا مكان سري، تمام؟ مكان تحت الارض يعني، تمام؟ وادي هنا برضك في مكان سري، ولو جينا نتمشى هنا شويه تمام هنا برضك يا ابطال في مكان سري. ولكن بصراحه يا ابطال انا مش متاكد هل فعلا الاماكن دي يعتبر حقيقيه، وهل فعلا ابطال تحتيها حاجه مرعبه وحاجه مخيفه، مش عارف بصراحه. ولكن ابطال رحب باحمد اكس. هلا والله حبيبي منور، اقسم بالله يا ابطال يعتبر احمد اكس يا ابطال يعتبر يكون معانا في سلسله كيف تسوي. ولكن الفيديو ده فيديو استثنائي من السلسله، تمام؟ ولكن مش فيديو اساسي، يعني الفيديو ده مش مترقم، تمام؟ ولكن متحمس جدا لفيديو النهارده. طبعا يا ابطال اللي عايز يدخل ماب اي بي جيمنج اكس يقدر حالا يعني تحت يدخلها، تمام؟ انا بسيب لكم اللينك تحت، وحتى لو انتوا تقريبا بحثتوا عن اي بي جيمنج اكس هتلاقوها. والله مش عارف لو بحثوا على اي بي جيمنج اكس احمد هيلاقوها ولا ايه. او ممكن يخش على الحساب بتاعك بروبلوكس ويخش على مابات الفيفورت اللي انت عاملها هتلاقيه. طب كويس، خلاص يا ابطال تمام. المفروض يا ابطال يعني قبل ما نعمل اي حاجه، انا والله بصراحه مش عارف دلوقتي هعمل ايه، ولكن خلونا نوقف هنا شويه، تمام؟ مش عارف دلوقتي بصراحه ابطال اعمل ايه. عايزكم يا ابطال كلكم تحطوا دلوقتي لايكات كتير، نوصل المقطع ده اكتر من يعني 3000 لايك يا ابطال، ويعني تشتركوا في القناه عشان بدنا نوصل 70000 مشترك. والله يا ابطال بحبكم، شكرا جدا على كل الدعم ده. فبصراحه يا ابطال يعني انا قلت اقف هنا ما اعرفش ليه، ولكن قلت عشان اقول لكم الكلمتين الحلوين دول، انتوا تحطوا لايك للمقطع وتشتركوا في القناه. و احمد فين يا احمد؟ ايه ده يا ماي؟ لا 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 وات ايه ده؟ لا ايه المكان اللي تحت العقد ده؟ او ماي جاد، لا 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 ايه الشكل ده يا جدعان؟ ثانيه، احنا جينا منين؟ احنا جينا من هنا؟ لا المكان ده بجد حقيقي؟ اوش لا 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 لا، هو انا في فندق مرعب ولا ايه؟ انا مش عارف فين يا بلال. انت رحت فين؟ انت فين يا عم؟ انت سبتني انا وقعت، انا واقف بتكلم متابعين وبقول لهم حطوا لايكات للمقطع، لقيت نفسي نزلت فين؟ انت فين يا احمد؟ ايه المكان ده؟ انا فينك كده؟ ايه ده؟ احمد ايه ده؟ انا مش فاهم حاجه يا ابطال، وايه الوحش ده؟ ايه ده؟ هو في سكن اصلا بيعمل راسه كده؟ خلونا يا ابطال نشوف الصور اللي هنا، عشان اقسم بالله الصور كلها مخيفه. هي فعلا يا ابطال الوحوش دي كلها موجوده في لعبه روبلوكس؟ والله ايه ده؟ يا اقسم بالله حرفيا يا ابطال لو كل الوحوش دي موجوده في لعبه روبلوكس انا اعتزل. ايه ده؟ ايه الراس ده؟ راس ماريو؟ والله يا جدعان حاجه غريبه قوي. او ماي جاد، لا لا كميه وحوش حرفيا يا ابطال. ايه ده؟ ايه المكان ده؟ المكان ده يا ابطال حاسه كان في ماب ديز دولي حاجه زي كده. ايه ده؟ والله يا ابطال في حاجه غريبه. ايه ده؟ وحش رقم 13 وعليه القناع المخيف. لا يا ابطال احنا ايه بتقول يا احمد؟ هو هيكون من الاس تي في. ما والله العظيم فعلا شبهه. مش عارف بصراحه يا ابطال انا وقعت فين ولا نزلت فين. وايه ده؟ المينونيز صح؟ ده هو ماله طويل قوي كده؟ ليه رجله طويله؟ وده لا 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 انا نزلت يا ابطال المكان، مكان مش لذيذ خالص، وواضح اللي هو فيه انا خايف المس حاجه. استنوا كده يا ابطال المس حاجه؟ لا انا خايف بصراحه، مش عايز اقرب لحاجه. ايه ده؟ يما الحق يا احمد الحق. ايه ده؟ الوحش الغريب ده؟ ثانيه، الوحش ده ابطال حرفيا في حاجه غريبه جدا متسق كده في الارض، وغير هنا ابطال حرفيا. لا 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 ايه كميه الوحوش دي؟ سلندر مان. او ماي جاد، لا 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 اقسم بالله شكله مخيف. هو فعلا يا احمد ممكن نلاقي سلندر مان في ماب البيوت؟ هو بالتالي كان ليه علاقه بالحوار ده، كان في ناس بتقول نظريات بتقول لك سلندر مان موجود، بس ما اعرفش الحكايه حقيقيه ولا لا. او ماي جاد يا ابطال، بصراحة يا ابطال انا خايف، بس بصراحة سلندر مان ده شكله غريب قوي، انا هجرب المسه، اكيد يعني مش لما اجي المسه هتحول، ده كلام فارغ يعني، انا المسه كده تمام. شكله يضحك والله. ايه بتبعد عني ليه؟ ايه يلا يا احمد؟ يلا يا احمد في ايه؟ مالك يا جدع؟ ما تسيبنيش لوحدي والنبي مع سلندر مان. هو في ايه؟ هو خايف من المرايه؟ ما تبص في المرايه. طب ما عندكش مرايه؟ روح بص يا عم، انت مش شايف نفسك. ابص في المرايه ايه يا عم؟ انا في ايه؟ مالك يا عم؟ بص على نفسك يا عم، انت مش شايف نفسك. فين الحياه؟ فين نفسي يا احمد؟ تعالى، هو في صاحبي بيبعد عني ليه؟
هو انتوا شايفين فيها حاجة غريبة؟ ما انا حلو اهو، انا مش عارف، ما انا ايه جيمنج عادي يعني. يا احمد بقى ما تجريش. انا لو ما جريش هتاكل. ايه ده؟ هو ايه الصوت ده؟ لا 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 يا جدعان، في حاجة، وانا باين عليا اتحولت ولا ايه؟ كل ده بسبب صورة سلندر مان. يا ريتني ما لمست اي صورة هنا موجودة في الفندق الغريب ده اللي تحت باب البيوت. يا نهار ما ابيض، تقربش مني، ما تقربش، انا مالي. ايه ده؟ لا 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 لا، هو انا اتحولت لشبح؟ يا ولا نهار ولا ابيض، ولا 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 عينك ايه؟ عينك ايه؟ تعالى يا عينك احمد، ايه؟ ليتس جو، تعالى يا احمد، يا نهار ابيض على القوة اللي فيا، تعالى يا لا احمد، لا اوه تعالى 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 تعالى، يا عم، عايز مني ايه؟ سيبني تعالى. تعالى يا احمد، اوه ماي جود، انا اسف يا احمد والله، يا لا بص اي احمد ايه ده، احمد اختفى، لا وي انا اسف يا احمد والله، انت ماليش دعوه، لا لا انا عايز اطلع مكان المخيف ده، انا بص قاعد بتحول لشبح ازاي، وبص بص عينيا بتعمل ازاي، وجسمي بيعمل ازاي، وبص حتى القوه اللي معايا ازاي، بص بقى اضرب بالسيف يحصل ايه. او ماي جاد يا احمد ساعدني، انا اسف يا احمد والله، انا غصب عني بضربك. ايه ماشي هبعد هبعد، حاضر هبعد، بس عالجني والنبي عالجني، انا مش عارف اعمل ايه دلوقتي، اعمل اي حاجه، اعمل اي حاجه تطلعني من المكان ده المرعب ده بعد اذنك. عايز ترجع يعني؟ طب اهو انا اهو، انا سبت ايدي اهو والله، مش هقدم، بس حاول تعالجني والنبي، حاول تعالجني. هعد لغاية 3. ماشي يا عم انا معاك اهو، هغمض عيني، تمام هغمض عيني اهو، واحد عد. ايوه اتنين تلاتة. بلال وحشتني يا اخي. ايه ده؟ يا نهار ابيض، انا رجعت زي ما انا، اقسم بالله حبيبي يا احمد والله العظيم تسلم. انا بقول لك ايه، انا حرمت أن انزل في اماكن، مع اني اصلا انا اصلا ما اقصدش ان انا يعني ابطال حرفيا انزل المكان ده، انا كنت واقف على المكان بالصدفه، قلت لكم ابطال حطوا لايك واشتركوا في القناه، ولكن ما اعرفش ابطال مين اللي عامل المكان ده، هو مين اللي عامل المكان ده يا احمد؟ تعالى فوق. طب اقول لك، هو المكان كان ماشي، فين؟ وانا اصلا مش عارف نخرج من المكان ده ازاي. ايوه هنا اهو، هنا اهو تمام، احنا محتاجين نحط سلم. ايه ده؟ هو انا طلعت هنا ازاي؟ انا طلعت من غير سلم ولا ايه؟ ولا امال انت انا ايه؟ بعمل ايه هنا؟ انا بعمل ايه هنا؟ ماشي طيب، قول لي طيب يا احمد، هو مين اللي عمل كده طيب؟ عشان والله العظيم مكان مرعب اوي. طب لو قلت لك هزعل؟ لو قلت لي هزعل؟ هزعل يا عم من ايه يا عم، احنا اصحاب عمرنا اكيد طبعا، يعني نزعل من بعضيهم يعني، اصحاب ابطال ما بيزعلوش من بعض. قول قول تضرب يا عم، والله مش هتضرب. يا نهار ابيض، هو في ايه يا احمد؟ هو في ايه ابطال الحس؟ قول قول يا احمد قول. انا احمد انت بتهزر، تعالى احلف والله احلف. العظيم هتحول تاني. صح، انا حلفت ليه؟ مش هضربك. طب يعني ليه يا احمد تعمل كده؟ يعني انا يا احمد يعني، بس ثانيه، انت عملت الكلام ده امتى يا احمد؟ هو بصراحة قلت لك تعالى نبعت اديني فاير فيديو وجبتك هنا وقعت. يعني الوقت اللي انت اختفيت فيه ده، وانا كنت بقول لابطال يحطوا لايكات المقطع، انت كنت عملت كده؟ بص كده. ايه ده؟ تقعد فين؟ يا نهار ابيض، فعلا فعلا ابطال، ايه ده جه تاني نفس الحركه ابطال اللي عملها فيا لما انا قلت لكم ابطال حطوا لايكات المقطع وزودوا لايكات وكومنتات جميله زيكم ونوصل وما اعرفش ايه، هو كان اختفى ابطال وعمل فيا المقلب ده. بصراحه مع اني ابطال قلت مش هضربه، بس بصراحه بقول لك ايه، تعرف انا لو اتحولت تاني، لو اقدر ان انا اتحول تاني كنت اديتك بالسيف على دماغك. الحمد لله يعني. مش عارف، انا عارف ان انا مش عارف اتحول تاني، لان انا اصلا عمري ما هنزل. او ماي جاد اتحولت تاني، تعالى وبالسيف اجري. على دماغك. ايه ده؟ حاجه تاني برضه كنت اقولها لك. ايه ده؟ ثانيه، ده في قوه، حاجه حاجه دي. انا في حاجه برضه كنت اقولها لك برضه، خلي بالك. ايه قول. انا اللي حولت. انت؟ لا ده مقلب بقى يا جدعان، ده مبطل، ده مقلب والله يا ابطال، قولوا رايكم ابطال تحت في الكومنتات في المقلب ده. ايه اللي احمد، اقسم بالله اللي انت بتعمله ده يا عم، انت بقول لك ايه، خد دي. انت حلفت، انت حلفت. صح، من يا ريت ما حلفت. خلاص يا ابطال، واضح كده ان انا فيديو النهارده بالشكل الغريب ده، اقول لكم خليه بشكل الزومب احسن. هو احمد اصلا مش شايفني. وبس كده يا ابطال، اعتبرك فيديو. شايف عين. انت شايفني؟ شايفني عين شايف بس؟ عين، شايف عين بس. طيب. وبس كده يا ابطال، اعتبرك فيديو النهارده خلص، اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده، ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، اما حاجه تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديوهات الجيمنج الجايه الجديده. وبس كده، يبقى جيمنج اكس وي، سلام. فديو عيب كده يا احمد والله، والله عيب.